أنا اسمي محمد نظم محمد أبو داود، عمري 24 سنة، متزوج. عندي أنا طالب كفيف، عندي نسبة العجز 100%، البصر كامل، وأنا بشتغل في الخيزران في طبيعة الشغل الجدي. كانت أنا أول يوم يعني صعب شوي علي، كان كون اني مش مشغلها قبل هالمرة، فتاني يوم يعني من بعدها لا، الحمد لله رب العالمين، ما واجهت ولا اي صعوبة فيها. هي طريقة الشغل نوعا ما بتجي احبال خيزران، بقولوا لهم اموال. طريقة الشغل على نوعين، بتجي في نوعين على 6 حبال، حبلين او على 6 حبال بيجي، والنوع التاني بشبكه على 9 حبال، بحط 3 فوق 3. هذا المهنة الخيزران تتكون يعني انه بسوي فيها لعدة شغلات، كراسي، تخوت اطفال بيبي. وهذا الخيزران اول ما يبلش الا من هدول الحبال من الاموال، الخيزران اول ما يبلش فيهم اللي هو في نوع الجدلي. الجدل ما بعد الجدل يتكون انه كطريقة الشغل على الكراسي، بلفوا على الكراسي ببلش شغل، او هم كزينة بنحطوا على الكراسي. يعني انا بشتغل في مهنة تراثية قديمة اللي هي في الخيزران نوعا ما اجمالا، وكشغل يعني انه كنوع من ايش النوع التراث القديم، الشغل اللي بشتغلها أنا اللي هي على الخيزران على الجدلة. أبرز الصعوبات اللي واجهتها في حياتي أول ما بلشت معي اللي هي كطريقة المشي، يعني إني على طرق إنه كيف بدي أعرف أروح وأجي يعني. بس بعدها الحمد لله رب العالمين، بفضل من الله، تسهيل من ربنا، سلكت وصرت أعرف كل إشي في حياتي. يعني كفرص العمل، إنه أنا بالنسبة لي كوجهة نظري أو كأني كفيف، يعني لو ان انا قاعد في الدار، بس بفضل ان ما اضل قاعد في الدار، يعني افضل ان كشغل افضل من انه الواحد يضل قاعد في الدار. يعني طريقة هي شغل الخيزران هذه يعني افضل من اضل قاعد. يعني في كشغلات تانية انا بقدر اشتغلها في مسجد، بس كشغل مساجد هذا مش متوفر لنا فرص اللي نروح نشتغل فيها. برغم ان انا شاب كفيف وبشكل عام، انا بفضل انه يكون انه للواحد يكون له مصدر دخل، وانه الواحد يشتغل وما يحتاج انه هذيك الساعة لأي حدا انه يجي يساعده مصدر دخل، يعني شهري انه ما يحتاج انه ولا حدا يصرف عليه. طبعا هو يصرف منه من او انا مني اصرف من تعبي وعرق جبيني، فبفضل انه طريقة الشغل افضل. We'll be right back.
اجمالا في الفتره اللي مرينا فيها، فتره الكورونا، اني ما اشتغلتش فيها من مره، ما فيش فيها يعني بالمهنه هذه، انه ما كان فيها مصدر دخل نهائيا في المهنه اللي انا بشتغل فيها. اناشد فلسطين عندنا بشكل عام كلها ان انا زلمه طول شاب كفيف متزوج وعنده اولاد، فبحاجه لمصدر دخل الي. فيها الأمل، فيها العمل، فيها الطموح، انت مو بس لحم ودم، انت طاقة، انت روح. الحياة فيها الأمل، فيها العمل، فيها الطموح، انت مو بس لحم ودم، انت طاقة، انت روح. امسك بحبل الأمل وامشي بطريقك لا تخاف، والإعاقة يا صديقي ما هي آخر المرة.